تخدم والدينك، هذا واجب عليك انك تخدمهم. لابد من خدمة الوالدين. اذا ما خدمت والدينك تخدم منو؟ اذا ما خدمت والدينك وطعتهم وقدمت لهم الاكل وقمت على رعايتهم، راح تخدم من؟ ما راح تخدم حد. لذلك ينبغي علينا ان نراعي هذه الاداب وان نراعي هذه المهارات اللي نتعلمها، فاخدمهم قبل لا يطلبون منك شيء. اعظم شيء وابر شيء انك تعمل شيء يحبونه بدون ما يطلبونه منك، هذا من اعظم البر. داوم على زيارتهم، لا تغضب منهم، الفاظك تكون جميلة يوم تحاورهم، ازقرهم بأحب الأسماء، قدمهم على كل شيء، لأن والدينك على كل الناس. وإذا كانوا والدينك موجودين فهم كنز فوق الأرض، الله سبحانه وتعالى جعل لك كنز فوق الأرض، استغل وجودهم. رحم الله كل والد عظيم ربى عياله.